السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا ربي تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح. بهذا اللقاء رح نقدم تصميم يعني نوعا ما احترافي، إن شاء الله أنه يرقى إلى موضوع الاحترافية إن شاء الله. كيف ممكن نقدم معلوماتنا مع أنيميشن بسيط على السلايد أو الشريحة أو حتى مدخل الشريحة، ونطلع بأفكار جدا بسيطة، شريحة غاية في الروعة نقدم فيها أفكارنا ضمن برنامج باوربوينت وفي عنوان صناعة المحتوى. قبل ما نبدأ أحباب القلب، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات، وتساهم معي في إيصالها إلى المستفادين والمستحقين والباحثين عن هذا المحتوى. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك مني كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. بعد ما قمنا بإنشاء شريحة فارغة ضمن برنامج الباوربوينت، رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن صور رح نختار إدراج صورة من هذا الجهاز. أنا محضر صورة، أنت رح تكون محجهز صورة كمان يعني السلايد أو المشروع اللي أنت رح تشتغل عليه. رح ناخذ اقتصاص بنسبة العرض إلى ارتفاع 16:9، وننقل اقتصاص مرة تانية لحتى تكون معاي الصورة على قدر أبعاد الشريحة بالضبط. رح نتوجه مرة تانية لقائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نختار شكل المستطيل، ومننقر ونسحب لحتى نرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. رح نختار بدون إطار، وبنقر باليمين ونجعل للشكل أو للمستطيل تعبئة متدرجة. رح نختار التعبئة بلونين فقط لا غير، خلني اختار اللون الأول وليكن معي مثلا بهذا اللون، تمام، أنقر على موافق. اللون الثاني محتاج يكون بلون مغاير، خلني على اختار مخصص، اختار مثلا هذا اللون وانقر على مفتاح الموافق. رح نختار خطي ونجعله ايضا يكون مائل، وبنختار زاوية يكون معي مثلا بهذا الشكل وليكن معانا بهذا الشكل. طيب رح نتوجه الان الى ادراج، ومرة تانية نختار المستطيل وبنقر مع السحب لحتى نرسم شكل مربع، ونضغط على مفتاح الشيفت طبعا لحتى ارسم شكل مربع معي بهاي المساحة بالضبط، وبسحبها لحتى يكون في منتصف الشريحة معانا. طيب رح نختاره يكون عندي ايضا وبدون اطار. موضوع التعبئة ما عندي مشكلة فيها. الان رح ارجع واختار ايضا مستطيل، انقر واسحب لحتى ارسم مربع معاي بهيدي المساحة، تمام، اطبقه على الزاوية اللي هون، ونختار يكون عندي بدون اطار، والتعبئة تكون معاي مثلا باللون الابيض. ركز معاي شوي بهيدي النقطة بالذات. الان رح اضغط على مفاتيح الاسهم من الكيبورد 5 مرات للاعلى 1 2 3 4 5، وخمس مرات لليسار 1 2 3 4 5. يعني انا محتاج يكون هذا المربع طالع حده على اليسار بمقياس معين، وعلى الاعلى كمان نفس الشيء بمقياس معين، تمام. رح نتوجه الان الى حركات، ونختار من الحركات مزيد من مسارات الحركة أو مسارات حركة إضافية، وعندي شيء اسمه مسار حركة مربع. شو عندي؟ مربع. رح أنقر عليها ونقول له موافق. رح نشوف أنه هذا المربع رح يتحرك فقط على هذا المسار. الآن خلني أشغل أو أفعل جزء الحركة، ونزيد المدة الزمنية شوي، وذكر معانا مثلا إلى 10 لحتى نشوف الحركة كيف رح تكون معانا على البطيء. خلنا نشغل. لاحظ معاي انه هو راح يوصل الى مدار معين، مسار معين لهون ويكتفي. انا محتاج يكون الى المسار المقابله بالضبط، فخلني اشتغل معك خدعة بسيطة. هذا المربع نفسه خلني اشتغل له كنترول زائد دي، يعني اعمل له يعني تكرار كنترول زائد دي، لكن انا راح احذف المسار الحركة له. انا محتاج يكون مربع فقط لا غير، فقط لا غير، تمام. خلني اسحبه على الزاوية المقابلة واعمل 1 2 3 4 5، وللاعلى 1 2 3 4 5، تمام. برجع باخذ منه كنترول زائد دي، يعني نسخة تانية. أنا محتاج المسار نفسه لما يمشي يوصل لوين، كونه هو بادئ من وين هون، شايفين بالمنتصف تماما، يكمل معاي لهون لوين، للمنتصف. فراح أحدد هذا الشكل، تمام. بتلاحظ الآن أنه هو أعطاني البرنامج، ساعدني بأنه حواف المربع الأخير صاير على منتصف هذا المربع. فبجي بنقر على، بنجي بننقر الآن على المسار الحركة نفسه، وبنقر وبسحب ليكون معي وين، منطبق على المنتصف، تمام تمام. طيب رح أرجع على هذا الشكل أنا نفسه، أحركه إلى الأسفل نفس المبدأ، بختار 1 2 3 4 5، ولليمين 1 2 3 4 5. بجي هذا الشكل بسحبه لهون لحتى أنا من خلاله أحدد المنتصف بالضبط، تمام. بجي نفس المبدأ، المسار نفسه بنقر عليه وبسحب لحتى يوصلني لوين،
إلى المنتصف بالضبط. تمام، هيك بيكون نحن رسمنا، بهيك بيكون رسمنا الحركة كاملة بحيث يكون تضل على نفس المسار تماما. الآن لو شغلنا رح نشوف أنه هو رح يضلوا على نفس المسار بالضبط، فقط للتأكيد لهذه المرة. وعندي هذه الحافة رح تكون وين؟ خارج المربع الكبير. هذا أنا محتاجه بالضبط. الآن رح أختار منه شكل تاني نفسه اللي نحن عاملين له حركة، بختار كنترول زائد دي. تمام، وخلني أسحبه الآن على هيدي الزاوية وأضبطه بنفس الأوعية بالضبط. يعني عندي 5 خطوات لليمين وخمس خطوات بالأسهم طبعا للأسفل، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. تمام، الآن مسار الحركة لو صغرنا شوي، مسار الحركة لهذا المستطيل أنا محتاج يكون منطبق على مسار الحركة هذا اللي هو داخل المربع الكبير. فلهيك رح أجي أنكر عليه، وبنكر وبسحب للأعلى لحتى ينطبق معاي وين؟ بالأعلى تماما. وبنكر وبسحب لليسار لأيضا ينطبق معاي بهذا الشكل تماما. هيك انطبق مسارين للمربعين بنفس المكان بالضبط، أو على نفس المسار بالضبط تماما. الآن نحن لو شغلنا راح يكونوا معانا بنفس المسار ونفس الحركة بالضبط. الفكرة من هذا الموضوع، خلني أسكر تنسيق الشكل وخلني أشرح لكم الفكرة. الآن المربع الكبير نحن شايفينه هاد راح أخلي موجود عندي إياه بالأمام، تمام، وهدول الشكلين بالخلف. راح نشوف فقط من المربعين هدول الحدين اللي راح يكونوا متحركات حوالي الشكل. الآن راح أضغط على الأول والثاني مع بعضهم البعض، أنقر باليمين وبختار خيارات التأثير، خيارات التأثير. الآن راح أسحب النهاية المتجانس للأخير بحيث يكون في عندي تسارع في البداية أو شيء أو سرعة عادية في البداية، ولما بده يصير عندي بانتهاء الحركة شو يعمل؟ يعمل تباطؤ. تمام، وبختار عكس تلقائي، لما ينتهي يرجع يعمل التفاف تلقائي للحركة، وبنختار موافق. تمام، طيب الآن راح نشغل وراح نشوف. طبعا نحن هون كنا عاملين عند السابق، خلينا نرجع نختار موضوع الحركات، هذه الحركات بجعل الخيار الأول كنا عاملينه عند النقر، خلي يكون معي مع السابق، وهذا خلي يكون معي أيضا مع السابق، بحيث لما أنا أشغل شريحتي تبدأ الحركة مباشرة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي. تمام، صار عندي تباطؤ بالأخير، ولما ننتهم رح يرجع ويعيد الحركة نفسها. تمام، رح يرجع ويعيد الحركة نفسها تماما. الآن هذه الجمالية أنا كنت محتاجها فقط لغير بحواف الرسمة. طيب تمام، كلام جميل. الآن رح نتوجه إلى الأدراج، ومن الأشكال رح اختار الشكل الحر. رح أضيف نقطة بهذا المكان، يعني كليك لي مرة واحدة. تمام، أضغط مفتاح الشيفت وأنكر مرة تانية هون، وأنا ضغط مفتاح الشيفت بحرك الأعلى مرة واحدة هون، وبحرك الآن اليمين وليكن معي مثلا بهذا الشكل، أنكر مرتين بنفس المكان لحتى أعمل قفل للمسار. رح نختار لون للخط وليكن معي مثلا بهذا اللون لحتى نشوف شكل المسار اللي صار معنا. لأن هذا الخط برجع إلى إطار، ونرجع إلى الشرط وبختار يكون منقط. تمام، والسماكة بجي بختار سماكة أقل لحتى يكون يعني يدوب أنه هو واضح معنا بهذا الشكل بالضبط. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال في عندي هذه الزاوية اللي هون، رح أنكر وأسحب أرسم هذه الزاوية. خلنا نكبر لنشوف رسمتنا كيف رح تكون معنا. رح أصغر هذا الحد اللي هون، هذا العرض، وبالمقابل رح أصغر أيضا هذا العرض. تمام، ونصغر الزاوية كلياتها يكون معنا مثلا بهذا الشكل. رح نختار الإطار بدون إطار مثل ما أنا شايفين عندي إياه بدون إطار، أما التعبئة بختارها بنفس اللون اللي اخترناه لمين؟ لهذا الخط اللي رسمناه. خلني أعمل استدارة وليكون معي مثلا بهذا الشكل بالضبط، وبنكر وبسحب بنضعه بنصف في منتصف الشكل أو المسار اللي رسمناه مثل ما أنا شايفين هالزاوية بالضبط تماما. بختار من نسخة تانية كنترول زائد دي، وبنسحبها على هذا المكان. خلنا حاليا نكبر تمام لحتى نعمل الاستدارة وليكن معاي بهذا الشكل وعمودية بهذا الشكل، وبنكر وبسحب لحتى أرجع أطبقها بالزاوية المقابلة أيضا في منتصف الشكل بالضبط، مثل ما صارت معي رسمتي الآن بهذا الشكل بالضبط. خلني أرجع أتوجه إلى أدراج، وبنختار من الأشكال المستطيل، وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بهذا المكان. خلنا نكبر شوي. تمام، أنا محتاج المستطيل يكون عندي بدون إطار ونفس لون التعبئة بالضبط، نفس لون التعبئة اللي أخذناه، ومحتاج يكون عندي شو؟ نفس الحجم بالضبط أو نفس الأبعاد بالضبط اللي هو نفس العرض تماما بهذا الشكل مثل ما انا شايفين بالضبط. وخلني اسحبه يكون معي بهذا المكان بالمنتصف تمام بهذا الشكل بالضبط. تمام، الان باختصار رح حدد على هذا المستطيل الصغير، بتوجه الى حركات، ومن المسارات الحركة رح نختار خطوط،
والخط اللي يكون عندي محتاج الأسفل أو الحركة الأسفل، والافتراضية عندي الأسفل، لكن محتاج النهاية تكون راح أضغط عليا النقطة الحمراء اللي هون، أضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى يكون معي مسار الحركة أو يمتد بالحركة لوين على هذا المكان. نفس المبدأ بجي بختاره مع السابق، وعندي أيضا المدة بزودها شوي، وارد يكون معي مثلا إلى 4 أو إلى 5 مثلا لا بأس فيها. تمام. طيب بعمل دبل كليك حتى نطلع خيارات التأثير، وبنختار نفس المبدأ مثل ما اشتغلت بدء وانهاء متجانس كيف نشتغل فيهم، وبنعمل عكس تلقائي للحركة. الآن خلنا نشغل العرض التقديمي ونشوف كيف صارت معنا الحركات البسيطة للأشكال البسيطة وشو الجمالية يلي حصلنا عليها. نفس المبدأ رح يرجع ينعاد ويرجع إلى مكانه كانعكاس للحركة. الآن خلني أتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال نعمل بعض التزيينات البسيطة. في عندي هذه الدائرة المجوفة، أنكر مع السحب، خلنا نكبر لهون شوي. تمام. طيب اضغط مفتاح الشيفت ونصغر لانه ما محتاج يكون عندي بهذا الكبر. تمام تمام بهذا الشكل تماما. بختار الآلة يكون عندي بدون اطار، والتعبئة بختارها باللون نفسه اللي نحن اشتغلنا عليه، وخلني اسحبها على هذا المكان بالضبط. بتوجه الى ادراج وبرسم دائرة صغيرة بختارها بدون اطار، واللون هو نفسه لون التعبئة، وبحكمهم يكونوا تنتين وين في المنتصف بالضبط. الآن رح نحدد الشكلين مفتاح الكنترول، وبختار منهم كنترول زائد دي نسخة تانية، وبنكر ومع التحريك وبسحبهم على هذا المكان، وخلني أكبر لهون نشوف مشان نضبطهم بالمساحة وبالمكان بالضبط يكونوا معنا بهذا الشكل أحبابي بالضبط. الآن رح أتوجه وبنجيب بعض النصوص اللي احنا محتاجينها بهذا المكان. الآن فقط رح أقوم بتعبئة الشكل، هاد الشكل المربع أول واحد رسمناه، انقرب اليمين عليه وبختار تنسيق الشكل، وبنختار تعبئة بصورة، بنتوجه الى ادراج وبنختار الصوره اللي احنا محتاجينها اللي هي الصوره نفسها اللي طلعت لنا هلا. راح نختار ادراج الصوره نفسها، بس انا حتى اشتغل في موضوع الانزياحات اللي هون يعني يمين ويسار، خلني انا اتاكد بس امامكم انه احنا نشتغل بالانزياحات حتى نطلع الجزء الخاص بالصوره او الجزء المركز بالصوره، نعرف كيف نطلعه ونشتغل بالازاحات الاعلى والاسفل. تمام بهذا الشكل بالضبط. تمام فينا نعتمد بس هيك الموضوع الازاحات، تمام يمين ويسار وعلى واسفل، لحتى نحن نركز صورتنا على الجزء المخصص بالضبط. تمام. الان موضوع المستطيل نفسه اللي لوناه بلونين هاد راح انقر عليه مره واحده، وبجي الى النقطه الاولى وبنعمله شفاف بنسبه 50%، هيدي 50%، والنقطه الثانيه المقابير ايضا بعمله كمان شفاف بنسبه 50% لحتى يعطيني هيدي الجماليه. الان لو شغلنا شريحتنا راح يكون معنا الان هيدي الجماليه بالضبط. صف عندي فقط موضوع الانيميشن او الحركات البسيطه لهدول الاشكال. الان اصدقائي راح نحدد كل هدول الاشكال. تمام. ركز معي فقط بس هون حتى اضافيه انه هذا المستطيل نحن كنا عامل حركه بضغط كنترول وبلغي التحديد عنه هذا المستطيل، وعندي ايضا هذا المربع كنا عامل حركه كمان بضغط كنترول وبلغي التحديد عنه. انا محتاج فقط هدول الاشكال اني انا اعمل له الحركه مع النصوص، وبنتوجه الى الحركات وبنختار تحريك للداخل لحتى يتحركوا معنا بهذا الشكل بالضبط. راح نختار مع السابق مثل ما انا شايفين فقط اول واحد بيكونوا عند النقر، بنغيره الى مع السابق، برجع بحددهم كلياتهم وبختار المدة يكونوا معي مثلا لمدة 1 ثانية فقط لا غير. أنا بختار لكل تأثير الآن، وبنعمل عملية تأخير بدرجة بسيطة، هون عندي 2، هون 3، هون 4. تمام. بعمل يعني تأخير يعني درجة فقط عن يلي قبله فقط لا غير. تمام بهذا الشكل. وهلا لو نشغل شريحتنا راح يكون معنا العرض بهذا الشكل وهيدي الجمالية بالضبط يا أصدقائي، مثل ما أنا شايفين بالضبط. صف عندي موضوع تأثيرات الإضاءة كيف ممكن نحن نشتغلها ونعمل لها بعض الانيميشن. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال في عندي شيء اسمه هون متوازي الأضلاع، رح أنكر عليه لمرة واحدة، وخلني أنكر وأسحب وأرسم متوازي أضلاع معي بهذا الشكل بالضبط. خلينا نقصها هون لحواف الشريحة. تمام معي بهذا الشكل. نختار له بدون إطار، ولون التعبئة بيكون عندي اياه شو باللون الابيض، ومتوجه الى تنسيقات لحتى نعمل شفافية لهذا الشكل بحيث انه هو ما يعكس معي موضوع رسمتي اطلاقا. طيب بعد ما اخذنا شفافية معينة للشكل، تمام خلني انا احرك شوي للعرض معنا مثلا بهذا الشكل بهذه المساحة بالضبط. الان راح اسحبه الى خارج الشريحة، خارج الشريحة تماما. طبعا هو يدوب الان مبين معنا، معلش خلينا نتوجه الى حساب ونختار
وليكن عندي اللون الأسود تمام لحتى تبان فقط معنا الأشكال يلي راح نرسمها. تمام، أنا غيرت فقط موضوع اللون بهيدي الحتة بالضبط. الآن بأخذ نسخة تانية وبسحبها على هذا المكان، يعني واحد على يمين الشريحة والتالي راح يكون على يسار الشريحة. الآن نفس الشكل اليساري راح توجه إلى الحركات وبنختار خطوط. تمام، وبجعل حركته تكون معاي لوين؟ لليمين. وين تكون حركة؟ لليمين. الآن راح أنقر على خط النهاية، نقطة النهاية، أضغط على مفتاح الشيف طبعا وبنقر مع السحب لحتى يكون معاي مثلا الإضاءة تكون تصل لهذا المكان مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن بختار يكون عندي إياه مع السابق، والمدة تكون عندي إياها 5 أو 6، خلنا نزيدها إلى مهلة معينة. تمام، وبنتوجه إلى خيارات التأثير، عندي الانتهاء المتجانس نفس المبدأ بنشوفه كمان، وبنعمل عكس تلقائي حتى تخرج معنا الإضاءة مباشرة، يعني بدي الأشكال تستقر لوهلة معينة وترجع بالخروج، وأنقر المفتاح الموافق لحتى تكون معي الحركة بهذا الشكل بالضبط. خلنا نشغل ونشوف حتى تكون معنا الحركة بهذه الإضاءة بالضبط. طبعا هو راح يعمل انعكاس مباشرة أثناء الدخول وبيرجع الإضاءة بالخروج. نفس المبدأ راح أنقر على الشكل الثاني وبتوجه إلى الحركات وبنختار مسارات حركة خطوط، ونجعل الخط عندي إلى اليسار. تمام، نفس المبدأ بنقر على نقطة النهاية وبنقر مع السحب لحتى يكون معي مثلا بهذا الشكل بالضبط، يوصل لهذا المكان بحيث أصبح أو يصير عندي تداخل بين الشكلين. بنفس الطريقة راح نختار عندي يكون مع السابق وبنزيده هون إلى 6، هيدي إلى 6. نفس المبدأ بنقر باليمين بتوجه إلى خيارات التأثير وبنختار إنهاء متجانس وعاكس تلقائي وأنقر على الموافق، ورح نشغل السلايد ونشوف كيف صار معنا المشروع أو طريقتنا بعرض هذه الأفكار بهذه الاحترافية يا أصدقاء. بعد ما يدخل معي إضاءة بهذا الشكل يرجعوا اثنين بعكس تلقائي ويتصيروا بالخروج. هذه الأفكار بتساهم معي بالانطباع البصري لمعلومتي أو لشريحتي أو للمعلومة قدم خلال هذا التصميم إلى الطلبة والجمهور بالعموم. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما ما تنسوني من تفاعلكم والدعم وتعمل مشاركة لهذه الفيديوهات، وانتظرونا في لقاء جديد. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.